اما بالنسبة لهذني الحلوات الماسكات الورقية هذني يجننن حرفيا يخبلن، يعني هذني بنات يومية تستخدمون واحد. هذا بعض بنات نفس الفيكة مال هذا، بس همينة بواحد اثنين ثلاثة، بس هذا اقوى من هذني الورقيات، يعني هذا مفعولة كلش اقوى من هذني. بس هذني بنات كلش حلوات، يعني نصيحة اشتروهم شو وقت ما تلقوهم اشتروهم. انا دائما اشتري عرض، هذا اللي صار بالانستغرام عرض 40، يعني 40 ماسك يطلع بعشر تالاف يمكن. كلش يفيدكم، يعني ورا كل ما تسبحون تحطوه على بشرتكم همين ينطيكم ترطيب للبشرة كلش حلو، وهمين يسوي بشرتكم كلش ناعمة، وبنفس الوقت ريحته كلش طيبة. انا مرات احطهن بصراحة بالثلاجة، يعني اخذ لي اثنين ثلاثة احطهن بالثلاجة، فيفيدن بالاخص بالصيف. شايفين لما تسبحون بمي يصمد وبعدين تطلعون تبدون فشي بارد، فهذني باردات.